أنا الدكتور سامح مصطفى، أستاذ مساعد جراحة الأوعية الدموية بكلية طب جامعة اسكندرية. والحقيقة أنا يسعدني أن أنا أتكلم معاكم النهاردة بخصوص سؤال مشهور جدا، يعني إيه جراحة أوعية دموية؟ وإمتى أنا كشخص عادي مش من ممارسي المهنة الطبية أحس أو أشعر أن أنا محتاج أن أنا يشوفني جراح أوعية دموية؟ هو الحقيقة جراح الأوعية الدموية هو الجراح اللي بيختص في كل ما يهم من علاجات الشرايين والأوردة، أمراض الشرايين وأمراض الأوردة وأمراض الأوعية الليمفاوية وعمليات الغسيل الكلوي، سواء من ناحية العلاجات الطبية أو من ناحية الإجراءات الجراحية أو الإجراءات التداخلية من خلال قسطرة الشرايين والأوردة. امتى انا كمريض انا محتاج ان انا اشوف جراح الاوعيه الدمويه؟ في شخص ما بيشكيش من حاجه خالص لكن محتاج بنسميه سكريننج، او ان احنا نفحص هذا المريض فحص دوري، لازم يكون في شق من ضمن الاجزاء الاساسيه بتاعته ان يكون في فحص اوعيه دمويه. زي مين؟ زي مريض السكر مثلا، ده لازم مريض السكر على الاقل مرة في العام لو هو مشكيش من حاجة خالص، ولو الفحص الأولي بتاعه طلع سليم مفروض أنه يتفحص بواسطة جراح أوعية دموية، شوف الدورة الدموية بتاعته سليمة أو لا، أو في مشكلة تانية. في بعض المرضى الآخرين اللي ما بيبتدوا يشتكوا من شكاوي معينة قد تكون لها علاقة بجراحة الأوعية الدموية، زي مثلا أشهر شكوى بالنسبة لنا هي شكوى الألم في الأطراف، سواء في الطرف العلوي أو الطرف السفلي. الألم ده لو هو ألم أثناء المشي أو ألم أثناء الوقفة، دايما بنسأل المريض بتاعنا الألم اللي أنت بتشتكي منه ده له علاقة بالمشي أو الوقفة أو بوضع معين، أنت قاعدة معينة، نومة معينة. الحقيقة أن الألم اللي بيكون في الطرفين السفليين له علاقة بالوقفة لفترات طويلة أو بالمشي لمسافات معينة، ده غالبا بيحتاج فحص عن طريق جراح الأوعية الدموية على الأقل عشان يحدد لنا هل سبب هذا الألم سبب يخص الشرايين أو الأوردة الخاصة بهذا المريض أو لا. الشكوى التانية اللي المريض ممكن يشتكي منها إن المريض ممكن يشتكي من تورم في الطرفين السفليين أو الطرفين العلويين أو أي من هما. التورم دوت ممكن يكون تورم مؤلم أو تورم غير مؤلم، وزي ما معظم زملائنا من الأطباء التورم ده لو هو حاجة جنرال، حاجة عامة بتؤثر على الأطراف كلها بكاملها، دي في الحالة دي بيكون غالبا سببه طبي. إنما لو هو حاجة محدودة للطرف السفلي أو محدودة لجنب من الجنبين، في الغالب ده بيكون سببه حاجة تخص جراحة الأوعية الدموية. برضو هذا المريض الفحص الأولي اللي يخصه لازم يكون بواسطة جراحة أوعية دموية، وبعد كده يحدد هل السبب التورم ده سبب باطني أو سبب جراحي. برضو من ضمن الأشياء أو الشكاوى اللي بتشكي منها بعض المرضى ولازم يتفحص عن طريق جراح الأوعية الدموية هو برودة الأطراف أو تلون الأطراف، يعني مع موجات البرد الشديدة زي اللي احنا عانينا منها الشتاء اللي فات ده مثلا، ممكن المريض يشتكي ان هو حاسس ان أطرافه ساقعة جدا، أو ان أطرافه ابتدى لونها يتغير، ابتدى لونها يبقى باهت، أو ابتدى لونها يبقى أزرق، أو ابتدت تبقى شكلها مش طبيعي. فبرضو دي من ضمن الشكاوي اللي لازم المريض وقتها يتوجه لأقرب جراح أوعية دموية يفحصوا ويتبين هل في مشكلة فعلا تخص الشرايين والأوردة بتاعته أو لا. فوق كل ده دايما بنصح كل الناس إن دايما الألم المفاجئ في الأطراف أو التورم المفاجئ في الأطراف ده شكل من أشكال الطوارئ الجراحية بالنسبة لنا. يعني إيه؟ يعني مريض ابتدى يشتكي من ألم، الألم ده حصل له فجأة، ما هواش بيحصل له على مدار مثلا ايام واسابيع وشهور، لا ده حاجه مفاجاه بتاعه دلوقتي في خلال ساعات في خلال دقائق. لازم يتوجه فورا لجراح الاوعيه الدمويه لان ده ممكن يكون ببساطه شديده سدد مفاجئ في شرايينه او لا قدر الله جلطه في الاورده. اتمنى لكم كلكم الصحه والسعاده واشكركم لحسن استماعكم.